منذ 3 سنوات خلت انتهت معاناة مرضى دائرة بني والنفا الحدودية، وهذا بعد تدعيم المدينة بمؤسسة استشفائية بسعة 60 سرير. هذا المرفق الصحي اليوم يقدم خدمات طبية في مختلف التخصصات. هذا ناكي بور بني النيف حسب مكسب البلدية تاع بني النيف، كان المواطنين يتديبلاصاو ويمشوا منا حتى البشار باش، واليوم الحمد لله من مرة ما تحل هاد السبيطار نقصوا علينا بزاف صوالح، كنا نهبطوا حتى البشار حتى العين الصفراء باش نديروا لي زاناليز نديروا العمليات. بالنسبة للخدمات الصحية فهناك عدة مصالح صحية، من بينها كاين مصلحة طب الأطفال، كاين مصلحة طب النساء والتوليد، كاين مصلحة الجراحة العامة، كاين مصلحة الطب الداخلي. ورفعا للغبني وعناء التنقل نحو الولاية الأم أو الولايات المجاورة، ومن أجل تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير التشخيص الدقيق للمرض، تم تدعيم المستشفى بجهاز سكانر، كما تم تخصيص قسم لتكوين مساعدي التمريض في خطوة نوعية للرفع من مستوى التكوين. ساهمت لينا باش 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 رجع يعني الفضل هنا ورجعنا نقراو كما نقولوا هنا في بنو النيف. تدعمت المؤسسة مؤخرا بجهاز سكانر الذي سيدخل حيز الخدمة قريبا إن شاء الله. كذلك ستشهد المؤسسة دخول قاعة العمليات، حيث أشرفت هذه السنة على تكوين دفعة المستخدمين شبه طبيين بالمؤسسة حتى نضمن تكوين نوعي لفائدة الطلبة الذين يكونون مستقبل هذه المؤسسة. تقريب الصحة من المواطن أولوية تصب ضمن أهداف الدولة نحو توفير الراحة للمرضى.